بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردنا حول مكر الله. هل الله يمكر بعباده؟ يدعي بعض المشككين والملحدين أن القرآن من تأليف محمد، وينسب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الخالق صفة المكر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن هذا الدليل على أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، الحقيقة المكر، يعني قبل المكر ينبغي أن نفهم هذا القرآن جيدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر مطلوب أيها الأحبة، وفهم كلام القرآن مطلوب. هناك فرق بين كلمات القرآن والكلمات التي نستخدمها نحن اليوم. المكر، ماذا يعني المكر أيها الأحبة؟ ماذا يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله؟ إذن هناك مكر سيء وهناك مكر غير سيء، هذا حسب تعريف القرآن. يعني نحن عندما نريد أن نطرح آية للتدبر والفهم ينبغي أن نقرأ بقية آيات القرآن، أن نتأمل الآيات التي فيها نفس الكلمة حتى نفهم ماذا يريد الله تعالى منا. الله عز وجل يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما معنى أفأمنوا مكر الله؟ بكل بساطة أيها الأحبة، دعونا نفهم ما هو المكر أولا. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مكر به المشركون، جلسوا اتفقوا على خطة ليقتلوا هذا النبي الكريم، وبدأوا يفكرون. يعني عملية المكر أيها الأحبة هي تخطيط لعمل ما، هي أن ترسم مخطط لتقوم بعمل ما. هذا هو المكر السيء، إذا كان الهدف منه أن تحدث شرا وضررا لشخص لا يستحق هذا الضرر فهذا مكر سيء. هناك مكر جيد يستخدم في المعارك والحروب. يعني أنت لكي تدافع عن نفسك لابد أن ترسم خطة محكمة لتنجو من شر الأعداء. هذا المكر مكر جيد لأنك تحمي نفسك به ولا تضر الآخرين. الله عز وجل خاطب هذا النبي فقال له وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما هو مكر الله أيها الأحبة؟ مكر الله هو أن ينجي نبيه عليه الصلاة والسلام. هل هذا أمر جيد أم سيء؟ يعني عندما يأتي شخص ليخطط ويحبك ضدك مؤامرة ليضرك وأنت لا تستحق الضرر، أنت إنسان بريء مظلوم، ثم الله سبحانه وتعالى يحبط هذه المؤامرات، الله عز وجل يمكر بهذا الشخص أن يحبط مخططاته ومؤامراته وينجيك من شره. مكر الله فيه خير أيها الأحبة، ليس فيه ضر. ويمكرون يعني يمكرون بك أيها النبي ليقتلوك ويسكتوا صوت الحق وينشر الضلال والفساد، لأنهم يرفضون دعوة الإيمان ودعوة الحق. ولكن الله سبحانه وتعالى لديه مكر، ولكن مكر حسن، أن الله عز وجل ألهمك أيها النبي الهجرة، ألهمك أن تقوم بهذا الحدث الكوني العظيم، أن تهاجر من مكة إلى المدينة، فألهمك كيف تسلك الطريق الصحيح، دلك ماذا تفعل،
ألهم الناس في المدينة أن يستقبلوا هذا النبي الكريم، أن يكرموا هذا النبي، أن ينصروه في دعوته. هذا هو مكر الله أيها الأحبة، لأن الله عز وجل يريد لنا الخير، ولكن الله عز وجل ينجينا من مكر المشركين، من مكر الكفار، من مكر الأعداء الذين يتربصون بنا. أيها الأحبة، المكر ورد في القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الله أكبر. تأملوا ودققوا الآيات التي تحدثت عن المكر لتستنتجوا الحق، تخرجوا بالحقيقة أن الله يمكر بالأعداء الذين يخططون للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكر بهم لماذا؟ لينجي هذا النبي ويهلك هؤلاء الظالمين. الإنسان عندما يصيبه الضر ماذا يفعل؟ يدعو الله، يقول: يا رب أكرمني، أرزقني، وأنا سأعمل الصالحات، سأنشر الحق، سأنشر دعوتك في الأرض. عندما يعطيه الله ويكرمه إذا لهم مكر في آياتنا، تجده يستخدم آيات الله لماذا؟ لينافق بها لذوي القوة والشهرة والمال. يمكرون بآيات الله فيخدعون الناس، يصورون للناس أنهم يدافعون عن الحق وهم منافقون. مثلا مثال، يعني أحد أنواع المكر. ولكن الله ماذا يجيبهم؟ قل الله أسرع مكرا. لا تظن أنك تضحك على الله، مهما فعلت لا تظن أن الله لا يعلم ما في داخلك أيها المنافق. إذا كان لديك مكر في آيات الله، تنافق وتفسر آيات الله خطأ لتشتري بها ثمنا قليلا، فإن الله عز وجل أسرع مكرا. إن رسلنا من الملائكة، الملائكة الموجودون، يكتبون ما تمكرون. إذن هذا هو أيها الأحبة المعنى الدقيق للمكر. كذلك الله عز وجل يقول: وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. من شدة المؤامرات التي يعني يفعلها هؤلاء الذين يظلمون الناس، يخططون لإيقاع الأذى بالمؤمنين، يخططون لنشر الفساد والرذيلة، يخططون لنشر للمحاربة الإسلام ومحاربة المؤمنين. هذه الخطط والمكر لو أن الجبال، لو أنها وقعت على الجبال لزالت منها الجبال من شدة هذا المكر. ولكن الله تعالى يقول: ومكروا ومكرنا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إذن أيها الأحبة، آية أخرى أيضا تؤكد أن هناك مكر سيء وهناك مكر غير سيء. مكر الله ليس سيئا. الله عز وجل يقول عن المجرمين: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. آخر آية ورد فيها المكر أيها الأحبة هي، يعني أنا أود أن أختم بهذه اللطيفة القرآنية العجيبة فعلا. هل هناك مكر كبار؟ نعم، الذين مكروا بسيدنا نوح 950 سنة وهم يمكرون به، ولكن الله أنجاه. قال سيدنا نوح عن هؤلاء الظالمين: ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا كبارا. هذه آخر آية ورد فيها المكر في القرآن في سورة نوح.
العجيب أنها هي الآية الوحيدة التي تتحدث عن المكر الكبير أو الكبار، يعني مصطلح أو عبارة جديدة علينا أو فريدة من نوعها في القرآن. العجيب أن أكثر نبي مكر به هو سيدنا نوح، لأنه أطول الأنبياء عمرا، 950 سنة وهم يمكرون به. ذكر المكر في القرآن 43 مرة، وذكر اسم سيدنا نوح في القرآن 43 مرة. لاحظوا هذا التناسق، سبحان الله. إذن أيها الأحبة، نريد أن نختم ونلخص الجواب على هذا السؤال. المكر عندما يصدر من الإنسان يكون مكرا سيئا هدفه الإضرار بالناس، والمكر عندما يصدر من الله عز وجل يهدف إلى أن ينجي عباده المؤمنين وأن يوقع هؤلاء المجرمين في شر أعمالهم. إذن لدينا الكثير من الأمثلة. العباد يرحمون، الله يرحم، ولكن رحمة الله ليست كرحمة العباد. هناك صفات مشتركة بين الله عز وجل وبين عباده رحمة منه، يعني أعطانا صفة الرحمة، ولكن رحمة الله أعظم بكثير. أعطانا صفة المغفرة، نستطيع أن نغفر للناس، ولكن مغفرة الله أوسع وأعلى وأعظم بكثير. أعطانا صفة مثلا العفو، والعفو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن العفو الإلهي أعظم بكثير. كذلك وضع الله صفة المكر ليختبرنا، ليختبر قوة إيماننا. عندما يمكر بك شخص، هل تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن عندما تشعر بالمؤامرة والمكر، عليك أن تكرر هذه الآية: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.